رز الحصة التموينية لهذا الشهر، لهذا الشهر تحديدا في العراق، على لسان وكيل من محافظة كربلاء، ووكيل أقصد به شخص موزع للحصة التموينية. طبعا هذا كلام، سترون نوعية الرز الذي وزع للمواطن العراقي. سؤال يطرحه الناشطون: هل يقبل السياسيون والمراجع ومعتمدي المراجع استلام هذا الرز ليطعموا عوائلهم؟ فلنشاهد. يلا بيان، وجه كلامك المسؤول. بيان، شو تدور انت؟ شو قاعد تدور؟ وجه كلامك المسؤول. يلا مسؤول عليه عمي، هذا كله الوجبه للحيوان ما ياكله خايس. دول مسؤولين اشراف يا شباب، يا هل شبيه ابن الشريف الطير ما ياكلونه. شوف هذا الشعب مظلوم، ياكل عنبر والشعب ياكل خياس.